Okay, I'm gonna go to the bathroom. Will you watch my phone? Why don't you just take it with you? Hey, we haven't been on a second date. She needs to hear me pee. بعد وفاة نجم مسلسل فريندز الشهير بطريقة مفاجئة ومريبة، ومع ظهور شكوك حول احتمال أن تكون أسباب وفاته مرتبطة بمشاكل الإدمان التي عانى منها سابقاً، إليكم أبرز المشاهير عالمياً الذين قضى تعاطي المخدرات أو كاد يقضي على مسيرتهم الفنية. ديمي لوفاتو، 10 دقائق فصلتها عن الموت، ممثلة ومغنية أمريكية طبطت صورتها بذاكرة جيل مطلع الألفية الجديدة كطفلة في برنامج بارني أند فريندز، قبل أن تبتعد عن الأضواء لفترة ومن ثم تعاود الظهور كمراهقة عام 2006 في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي الشهير بريزن بريك. بدأت رحلة لوفاتو مع المخدرات وهي في عمر 13، وذلك بعد إصابتها بحادث سيارة، حيث أدمنت منذ ذلك الحين تعاطي الأدوية التي تحتوي على مادة الهيروين. My mom didn't think that she'd have to like lock up the opiates from her 13-year-old daughter, but like I was already drinking at that point. I was, you know, had been bullied, was looking for an escape. في عمر 17 تقل إدمان فتاة ديزني إلى مستويات أخرى، حيث تعاطت لأول مرة مادة الكوكايين خلال الجولة العالمية التي رافقت فيها فرقة الإخوة جوناس، وقد ألغي حفلها بعد صفعها لإحدى الراقصات. They saw my ring and they were like, whoa! And then I was like, no, look at these! They're like ridiculous! عانت لوفاتو من الاكتئاب واضطراب الأكل والنوم وهي في عز نجاحها المهني، وهو ما أدى إلى دخولها إلى مركز لإعادة التأهيل وهي في سن 18. I will be rising from the ground like a skyscraper. لتخرج متعافية وتتوقف عن تعاطي المخدرات لمدة 6 أعوام قبل أن تدخل في دوامة الإدمان على مادة الهيروين مجددا، حيث عثر عليها فاقدة للوعي في منزلها في لوس أنجلوس. Hang in there, okay? We're on our way. I'll let you know when they're outside. You should be hearing the sirens real soon. With no sirens, please, right? No. This is a medical emergency. I don't have control over that. Well, this is definitely a medical emergency for her. وكانت على بعد 10 دقائق على أبعد تقدير من الموت بعد إصابتها بأزمة قلبية وبثلاث سكتات دماغية، وذلك نتيجة تناولها جرعة زائدة من مادة الهيروين. Demi Lovato. Por americana Demi Lovato. Superstar Demi Lovato. TMZ reports that the singer was rushed to the hospital. اعترفت لوفاتو لاحقا بإصابتها بتلف في الدماغ تسبب لها بصعوبة دائمة في الرؤية، وشاركت معاناتها الطويلة مع الإدمان من خلال فيلم وثائقي تحت عنوان الرقص مع الشيطان. It's just a little red wine. I'll be fine. Not like I wanna do this every night. ليندزي لوهان، المحاكمات تكاد تتقدم على الأعمال الفنية. To make me feel better. And I carry the weight. بدأت ممثلة ومغنية البوب ليندزي لوهان مسيرتها كعارضة لأزياء الأطفال وهي في عمر 3 أعوام، شاركت وهي في سن 10 في مسلسل Another World ومن ثم فيلم The Parent Trap، حيث لعبت دورين لشقيقتين توأمين. I only have a mother and you only have a father. You've never seen your mom and I've never seen my dad. You have one old picture of your mom and I have one old picture of my dad. اكتسبت شهرة واسعة بعد مشاركتها في فيلم ديزني العائلي فريكي فرايدي. I don't think he knows I even exist. It's so stupid to think about him, but I can't help it. عانت لوهين من ضغوط عائلية كبيرة في طفولتها، حيث سجن والدها مرات عدة بتهم النصب والاحتيال، وانفصل عن والدتها عام 2007 وهي في عمر 21. وهو العام نفسه الذي أوقفت فيه من قبل الشرطة 3 مرات، مرتين بسبب قيادتها وهي تحت تأثير الكحول، ومرة
وهي تحت تأثير الكوكايين. Everybody involved. One of the persons detained was Lindsay Lohan. Turns out she had been driving the white Yukon and she was under the influence of alcohol. في ذلك العام أمضت لوهين ما يقارب مجموعه الخمسة أشهر في مراكز لإعادة التأهيل، وعام 2010 حكم عليها بالسجن لثلاثة أشهر بسبب مخالفتها لشروط الإفراج بعد تغيبها عن حضور صفوف العلاج من إدمان الكحول. And I appreciate that Right On Programs has done so much to help me finish early because I wanted to make sure that I would come back here making you happy and the court system and show that I meant everything I put into it. أفرج عنها بعد أسبوعين من توقيفها، لكنها اعتقلت مجددا قبل مرور شهر على خروجها نتيجة فشلها في تجاوز فحص للمخدرات. في المجمل فقد مثلت لوهين أمام المحكمة أكثر من 20 مرة ما بين عامي 2007 و 2012، وهو ما أثر كثيرا على مسيرتها الفنية. 24-2014 and I calculate that on that case you have 245 days of jail still left that could be served if you were to violate probation on that case. Macaulay Culkin, بطل فيلم Home Alone. I'm the only one getting dumped on. You're the only one acting up. في شخصية كيفن الطفل الذي يمر بسلسلة من المغامرات بعد أن ينساه والداه في المنزل ويسافران لقضاء عطلة الميلاد. My house is being robbed. My address is 656 Lincoln Boulevard. My name is Murphy. اعتبر الطفل الأكثر نجاحاً في هوليوود خلال فترة التسعينات، وكان مقرباً من أسطورة البوب مايكل جاكسون، حيث رافقه في الكثير من رحلات الاستجمام وظهر معه في فيديو كليب أغنية Black and White. وقد وجهت إلى جاكسون عام 2005 تهم تتعلق بالتحرش بمجموعة من الأطفال، بينهم كولكن الذي نفى هذا الأمر خلال المحاكمة. وفي 17 من سبتمبر عام 2004 تم القبض على ماكولي في مدينة أوكلاهوما لحيازة حوالي 17 جرام من الماريجوانا ومن أدوية مخدرة، فحكم عليه بالسجن لفترة طويلة قبل أن يفرج مقابل غرامة بلغت قيمتها 4000 دولار. اختفى بعد هذه الحادثة عن الساحة الفنية قبل أن يعود إلى الأضواء في مسلسل American Horror Story عام 2021. PBS and shit like that. But they all say it's about making you feel. روبرت داوني جونيور ممثل ومنتج أمريكي. No, but why don't you just give me a break? I just needed to be my father for one goddamn day. بدأ مسيرته الفنية عندما كان في الخامسة من عمره، وذلك بمشاركته في فيلم باوند عام 1970 الذي كتبه وأخرجه والده روبرت داوني. Next morning we go upstairs. There's no more furniture. The roof's gone, and so's my hair. That tornado scared me so much it made my hair disappear. Have any hair on your bald? وبعد عام واحد بدأ داوني بإدمانه المخدرات وذلك بسبب والده. وفقاً لمقال نشرته مجلة بيبل عام 1996، بالرغم من شهرته الواسعة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، إلا أن إدمانه شكل عائقاً له في مهنته. I'm not on either track. I'm just a kid who had a predisposition to self-destruction. ففي عام 1996 عثرت الشرطة على مخدر كوكايين ومسدس في سيارة الممثل عندما أوقفته دورية بسبب قيادته السيارة بسرعة كبيرة، وحكم عليه بالسجن في عام 1999 بعد إدانته بانتهاكات خلال فترة تأهيله. وفي عام 2001 أثناء الإفراج المشروط تم العثور على داوني حافي القدمين وهو يتجول في مدينة كالفر كاليفورنيا، وتم القبض عليه للاشتباه في أنه تحت تأثير الكحول، الأمر الذي أدى إلى طرده من دوره في البرنامج التلفزيوني إلاي ماكبيل. وبعد هذه الحادثة استطاع داوني أن يعود لنجوميته مرة أخرى في 2008 وأصبح بطل سلسلة آيرون مان وتروبيك ثاندر.
Truth is, I am Iron Man.